Allah, ne yapacağız öyle canım? Ah, tamam. Tamam, ben size söyleyeyim. Ekim nasıl yani? Ben gideyim bunun yanına. Tamam, ben görüşürüz. Hadi Allah'a emanet, Allah kabul etsin. Allah cennetinizi yapar etsin. Evet, değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Okuyası kanalına hoş geldiniz. Ben İslam Okuyası arkadaşlar. Bugün yine sizi Allah'ın izniyle karşılaştığınız İslam Şerifleri'yle okumaya devam edeceğiz. Aynı zamanda da YouTube üzerinden canlı yayınımız var arkadaşlar. Onu da açtık şu anda. Eğer sorularınız olursa da onları mükemmel cevaplamaya çalışacağız inşallah. Ve sizlere Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve sizlere Allah'ın kardeşimize vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إن أردت أن يكتب لك كل ليلة في شهر رمضان تحسب لك كأجر ليلة القدر يعني كأجر تبدي هرب الشير هالروج اشتر حصاب بالبرك وعبادتها ليلة القدر عملية قدر اسمك بإنسانك المخلص بإيش يفعل هالروج اشتر حصاب بليلة القدر سرقوتنا شيخ العابدين إبراهيم بن أدهم خديجة رازبة قوت ابناء بستانة إيش ذكرن هبالو وهبالو أو يجريش يرقوتن يبقى مهرن كعقر تبقى شيخ ما مهرن عبادة أخذ ناف جامعة ومزقفتها بكم عن أمي عبادة أخذ معرفة بكم تبقى شيء İstanbul hava ziraat ederdim. Bu kavur ini şefa bakın. İnne Allah yuhibbu men amile amelen en atqana. Hadis-i peygamber sallallahu aleyhi ve sellem serben. Got inne Allah yuhibbu men amile amelen en atqana. Yani fadi hajwin saidik insane muhlis ve mujid ve şefa. Ameli fa. Got برم بگر نسری شفا بگر و شفا درستاهی بکن هر روز ویشتر ویشور و هر شیف ویشور حساب ده در قیام شفا قدر ابا مخلاص بود دعای ما ایلوی اللهم انی اسألوك الثبات في الامر والعزیمة على الرشد واسألوك شکر نعمتك وحسن عبادتك واسألوك لسانا صادقا واسألك قلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم واسألك من خير ما تعلم واستغفرك مما تعلم وانت علام الغيوب هذا دعايا عاتبك قوتل صحيح أحمد حديثي هات رواية كريم سر زمان أحمد بن حنبل خديجة غازية هذا قوتل المسند أحمد ايش يا رمزاني تشترين ايش مرد استغفار عقبك مرد فريزيكي فضيفك تشتي قراءة قرآن تبروج قرآن خفن تعبادة ترجع خبر تشتي تخلاص كل تانميجي التراويح خجي كل تشدمي تشتي تراب تشخر وقتك به شيف ساعة وازدة عن ساعة يك ترابة استغفار خب استغفار خب خدي شقوت هاد قوتن الكتابة خدي ده بسم الله الرحمن الرحيم وما كان أمانان بيخنبري مسلا بخدي سابن دقوت قد أمانان لأمتي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أمانان لأمتي محمد ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى قيل وأين هما يا رسول الله يعني هاد قوتن إشوانا فدي تشقوتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون
هاد دو تنجي سر زماني عمر بن الخطاب خديجة رازي قال أمانان لأمتي أمانان كان لأمتي أمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي أمان كان الأمان الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليعذبه وأنت فيه والأمان الثاني وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون يعني دو بردبو نافينا عذابا خبي نافينا إيساء بصل ما إنساني بصل ما شبو أمان عول فردي عول بيخن برد سلاب وخدي سبل نافينا عذابا خبي ونافينا إنسان إي بصل ما دوي وقتي ده نافينا صحابة خبي رشوار رازي بل أمان ماي فردي ماي أماني جن فردي ماي نابنا عذاب خدي سبحانه وتعالى نابنا إنسان المسلمان استغفر الله استغفار خدي سبحانه وتعالى وخديك أمان أمان جيرة أم برداك نابنا وي وعذاب خدي سبحانه وتعالى أم بيجن مصيبة الدنيا غم الدنيا ها وكل الدنيا صفتك ايش صفة الاستغفار صفتك ايش صفة الاستغفار خدي انسانك قنها كيكر انسانك قنها كيكر ايش دي قنها كيكر تقول لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت خدي تشد بيجا خديت بيج عبدنا زاني بوه خداي كي هي ها بناه دوي تميز دي ها وعقوبة جيبي زاني بوه خداي كي هي رحمتك وعذاب جيبي في الإسلام بناه دوي تميز دي جاربنا بناه أخذك دي بيجا وقتك بشتي بناه ديك بوشمان بوه بيج لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب عبد من زانيب وخدايك هي مرحمتي بك وعذاب يجي سر إنسان إجبارين هذا بناء قادر استغفار خونه نقول هذه دوي تميز كده جارا سيه جارا بدن قناها خديك وشمان دلك شد ديجا لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب زانيبو عبد من جارا بدي قناها كده زانيبو كخدايك هي رحمه بعبدي خديك وعقوبة جي بعبدي خديك يعني عذاب جي سر عبدي خديك على عبدي من على مبنى هتا تميز كر وتو تشبك من مبنى هتا جي تميز كر يعني. اذهب فاعمل ما شئت إني قد غفرت لك هاد قوتن أف حديثة في سلسلة الصحيح في رقم يعني هاد قوتن أف حديثة هاد قوتن سلسلة حديث صحيح جمارة حديث حزار وش الصد وبينجي وش السيا أف جمارة حديثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أف حديث صلوات سلفي خمبر وقاش يميبين أنها دبيج هل استعصى عليك شيء في حياتك؟ شتش بدستي تهاد قريدان يعني بدستي تنات جيانات ده شتش تدستي تهاد ومثلا شتش تدستي تهاد عاصي بود بيجيان ده نهاد بردست نهاد بردستي ده ويبي بردستي ده ويبي بزنا خدي ويبي بردستي ده تكاربين خدي سبحانه وتعالى اشترصى عليك شاوة استغفار خود استغفار خود تدك دليل بسم الله الرحمن الرحيم هاد قلتن سورة تشد بي
Tu fakire. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tu fakire. Ve tu fakire. Ve zürriyete. İşte bir dinir. Sen destek et asayi dinir. Ha? Baranay. Had. Geç hadi götün. Kitaba halinde. Kur'an'ı da zikir kirin. Surat Nur. Bismillahirrahmanirrahim. قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لقد خلقكم أطوارا إنسانك يا رب دف إمامك إجباع إمامك الحديث المذهب مع علمي خوش سوان قد قد زريتين تشينابا وهر استخبار اخوك انسانك يا قد ابا ولو حقا دصان باران نهاتية ام هلاب ونشبر شادة نا دخليمتي يعني نا زراعة عامتي وانا بارانتي هلك 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 ال جف الضرع وجف الزرع يعني نزرع عدتي حيوان الممري نشبر شادة ها ظهر استغفار خبط وإدارة عمري إنسانك هاد يبدين جهاد وتأس فقير بحضر مدلك وقلق حالك الفقيرة يعني صفري فارتر ظهر استغفار خبط يبدين هاد وقت زرية عدتنا ظهر استغفار خبط هذا طلبي بردستيني علمي خرادك علم مش بردستي ورادك قد أي شيخي تو إنسان بي زرية هار تقود هر استغفار أخوز إذن هار قد أمر ما شاء الله هو هر ديما زهاب باران ناي زراعة تامي جنائي وهر استغفار أخوز إنسان دل أي فقير هار قد أمن بيك جاري حالي مكتي وهر استغفار أخوز عجيت تجد بشار استغفار شو مسألة يقول ألم تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة نوح أنه قال قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفار خبر ونها تميز لك يرسل السماء عليكم مدرارا قديد حوض وباران دشي استغفار ويمددكم بأموال ردد ويمددكم بأموال وبنين وبنين صاروك أجد دواء ها ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار فرد دواء مالي دنيا يدواء ذكر يواء استغفار أخو سبب استغفار قلب تشتاق دو أبا من في أخفتنا أخو مقول أخفتنا مدليل يوش كتاب أخو جي سبحانه وتعالى سورة نوح فرد سورة نوح سبب چه استغفار چه المرب دك مرب نيزيكي خده سبحانه وتعالى دك دلي مرب بخده سبحانه وتعالى تيه قريدا تشته دوه كلو وغم ودرد مرب بدبا ودرا چه استغفار چه تشته سيه سبب الدخول الإنسان جنة سبب تميز كرنا بنهد مرب بنهد مرب استغفار شاري لا شيء بلا ما يسر الإنسان بلا أو ما يسر الإنسان وقت مرب هندي الإنسان استغفار شو مصيبة ما يسر دي انسان استغفار ذاتا عبادتك ايش عبادتك شو ما يخلي تقرب الى الله سبحانه وتعالى استغفار ما يخلي يزيد يخلي سبحانه وتعالى استغفار سبب شفاء سبب راكنا ايش الانسان استغفار دفع الفقر مضبوط فقير يجي راغبه
istiğfarı, Hudeyb dergiye zuriyet edilir. İnsan Rabbinin istiğfarı. Siyah ve istiğfar. Yani, siyah ve istiğfar yani, Ambejin, nev'i istiğfar. İstiğfar, hadiseki hadiseki Hamdes Rabbin, Hudeyse bin, man kâle istiğfar Allah'ın azim, el-lebi râ ilâhe illâ huve l-hiyyü l-hiyyûr, yüreğ, selâfe mahrâd, من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر ذنبه أبا يكفي دو نوع الدلوي استغفار الدلوي تشي اللهم إني ظلمت نفسي أف حديثا بخمبري مسلا وخليس الدم Şani, Ebu Bekir Sıddîk, Kudîc'e razı geldim. Çiğe, Allahümme inni kad zalemtu nefsi zulmen kethîran. Ve la yeğfiru zunûbe illa enti. Fagfirli mağfireten min indik. Ve rahanni inni kentu gafurur rahim. Carek din becim. Allahümme inni kad zalemtu nefsi zulmen kethîran. Fagfirli mağfireten min indik. Ve rahanni. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أن حديث سي سيد الاستغفار يعني إيه هل استغفار سر الشايع كثير. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عم جارك دبيجي. اللهم إني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الدنيا رمزانة وحسنة عن خير بحزار خيراية وكارب في رمزانة بيروز بدست باستغفار خبك ودي قلنا انت تمييز لك ما قلت خير بحزار خيراية صدقت بحفصة حزار صدقت چنك فدي چكو دي الإمام الزهري فديجي رازي بود رمزان ده صدقت وخير بحزار تشت بحزار بحزار جار برامبري غير الإمام فدي سبحانه وتعالى تشكوتي ويربي الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. سبعة سنابل يعني دنكاكي تعافيت حف سنبل درخست هر سنبلكي أرسم بلك صد حب تيدنا حف سنبل طب صد حب حف صد حب معنا مجود خير أما خير أما رمزاني حزار خيرية أفابو تشن بو حف صد حزار معنا تكارد دست باستغفار أمن صيغة استغفار أزدكم أزدكم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفار يا ربي أز أبا أج يا ربي قلها متميز بك شخو دايم متنا بس تويا تقول هذا الإنسان تميز بك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وقتين تبيج لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فدي تشد بيج أسلم عبدي واستسلم يعني عبدينا مش حول قوة فدر كده وعفيت أختي من وحولي مو قوتها من إجا standı beni inşallah ecir ve sevabıyla meydana geldi. O hadis-i şerifte
Doğut ve İsrail'de yer almaktan. Ve Peygamber Aleyhisselam bir günler radyoda Hatice razı verdi. Peygamber Aleyhisselam'a mal oldu. Hatta itirafat ve bir bu Avva Fahri Sunur'a ve Devas Devari Maslanmış bu. Ve inşallah Ecra İna, Usaba İna, Hatta Meydan. İnşallah. İnşallah. Bu Doğut Mesela 158 numaralı hadiselerde de Abdullah bin Abdullah ibn Zübeyr radıyallahu anh. Ya Rabbi senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızık ile zar ettim. Bu hadiselerde bu Davud ve Teberrendi Ramazan ve Abdullah ibn Zübeyr Kadıcı razı ve Ya Rabbi mecburata oruçlu bir mesel aslında hadisi ve Teberrendi Ramazan Saydı lafzayını hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lekin sultu va ala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Said bin Muaz'ın nezdinde iftar etmiş idi. Şöyle buyurmuştu. Oruçlular sizin yanınızda iftar etsin, iyi insanlar yemeğinizi yesin, melekler de size istiğfar etsin. Daima böyle bir nimete mazhar olasınız. Bu hadis-i şerifte Ebu Mâlid'e yer almakta. Ardından da Zübeyir Hatice Razi ve Nika Kadın'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu Said bin Muaz'ı kendim. Yani
سیارش پیغمبر صلوات خدای سر بین
قلت الشرك الخفي وما أدراكم من الشرك الخفي قلت شنو يا رسول الله شرك خفي يعني شرك خيانة شرك خيانة رجاء قيامتي في الشركة شيء مثلا تخيرة كل وكل 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 ها رجاء قيامتي تتي خير إنه ملائكة شيء بيجن بيجن صح مثلا ملائكة هاتا صحيفة فلانكس زيد من الناس زيد شخلك عالمي ولوكر 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 ملائكة بيجن ما رأينا مثله خير قط يعني ما نديت خيرك وقبوك ذي خيري فدي سبحانه وتعالى تشتك صحيفاوي طويلة بيجن وهم تشتك زانن واستشتك زانن ها ويرادك ويدا بيجح نمي شر وضي نشمك شخلكيرك شخال كيرك بجاء حديث في خمبر سلاب وخلي سرهن اش صحابة بود خلي شوان غازي با وهنا ذي دعاية بكن بجن اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا اللهم إني أعوذ بك أن نشرك بك شيئا وأنا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه حديث أف دعاية تيبك سيجار شارجار حفجار فشن بدي تيبك ويا داخل الدنيا تلم سبحان الله أف إنسان يبي دعاية رمدا مشي ولو مد أز دشوم ودهات الجامع من دقت أز تيم ودرم نبي عبد أبو عبد الله أبو قدي جرازي ده مقت أبو عبد الله أز تيم ودرم جامع دلينك جرى وسوسات كذا دلي مده بس دبي جمها داخلك عالم وخلك عالم بيجن ها بيلي نار بي ملي وبيولو يقولوا منافي في تشتي حز بس حج في تشتي ناكم وزي دعائك ريت بدم في دعائك تشت في تشتي ويش دلي تدرك مقو كاش مر بيازك والله فدي جرازي بلش مر يازك وشوير وجه حتى أنا ها بس في دعائك والحمد لله يا ربي شكرا شكر ربي قالك في ذلك واختيم ذي دعائك بدايتها ذي دعائي واختيم كنت سبحان الله تشتك جدلي مهاتك شان دي تشتك حقيقة تشتك جدلي مهاتك شان دي من بدايك نسيت جالبك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه ففي دعائي جالك دين زي بيجم وسيا جاراجي أزيبيجن داخلك عالم في دبكن اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه أفدعايا نجاة من الشرك الخفي نجاة الشرياء ورياء جدلي إنسان ذاك إجاء اشتريت Değerli arkadaşlar, mısfak hadisine geldiğiniz için mısfak çıkardık. Bu sünnet adamı. Hem Arapçasını Türkçesine okuyacağım. Yine Türkçesine okuyacağız değerli arkadaşlar. Ayşe radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne sevâke makharetün bil fâmi makharetün bil rabbâ Nâbûf el-Bukhâri ve Şâfî ve Nesâî Hazreti Ayşe radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar, mısfak boğazı temizlemeye ve Allah'ın rızasını kazanmaya sebeptir. Bu hadis-i şerifte Buhari Şafii ve Nesai'de geçmekte. Ayşe adına Kadir Cenazı gelin. Yan Ayşe. Ve amin. Ve bir haberi var sallallahu aleyhi ve sellem. Hala bütün bir misraq yani dedi ki temiz ki Hadi Teala'yı rıza inna yani kazanmaya razı edin. Hadi Cenazı'nı o 164 numara hadis-i şerifte değerli arkadaşlar. Yani Amr bin Rabia radıyallahu anh kâle ra'aytu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yeftes vestekû vestekû ve kuva zâimun
Amer bin Rabia radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok defa oruçlu halde, çok defa oruçlu olduğu halde misvak kullanırken bu hadis-i şerifte Ebu Davud Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amer bin Rabia Hadis-i Razi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben Cerem deyip Ruhi bu misvak kullanırken yani Devefa misvak. Tamam. Ne aşkın ne yok. Hoca insan aşkın misvaki. Ve hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem serben ser misvaki diyecek. Lâ la şakku ala ummeti la emertum bis sivaki inde kulli salah. Eğer ana binim yani ve eğer az nebijim zahmeti ummeti amel zahmeti ve bibin menevan amr kırba bu misvak dede fakir bana her nimeyici le amartum bi sivak inde kulli salah. Yani var amr kırba bu dede fakir misvak her nimeyici. Bes hatırsın neku zahmet neku bir zahmet ser o matamın. Karan ödüken ama zaten belli tu hadithi ya khu'a khuftin ya khu'a zbika azi bi khambari masla bu hadithi ergin ser sekerati bu da bi khom suakir ser sekerati bu Muhammed ibn Abi Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhuma hadish man ardu wa razi bu hat siwakati destivide bu siwakati destivide bu diya ma'ayşe çikir bi khambari masla bu hadithi ergin سواك نبيا يا مع عائشة خدي الجرازي بروت مزاني بو سواك دبي مسواك إيش دستيوي إيش دستيوي أوكر إيش دستيوي ستان سواك خش دبي خا ودا في خمبر سلاب خدي سربن في خمبر مسلاب خدي سربن دبي خا أوكر إجا وقتي خلاص كر يا مع عائشة شكر أو أعباد مسواك ده شان إجادية مع عائشة خدي الجرازي بقول هذا كان آخر أهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق يعني أبا دبي في خمبر سلابة خدي سربن قلت أبا آخر جار بو من وي أعطيش سواك إجدبي في خمبر سلابة خدي سربن بكشان هذا آخر أهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد بو وقتی پیغمبر سلامت خدی سر به مسواک دنیا فا مسواک دیگر چید کرد مسواک دکشان و آبه دکشان و پیرو آبه که پیروز بش دبی پیغمبر سلامت خدی سر به دکشان چه پیروز یادی کتاب و درامان نمیشه سخدم دیگو مصطفا دیگو مصطفا دیگو مصطفا دیگو مصطفا دیگو مصطفا دیگو مصطفا Yani önce Cibril okur, Efendimiz dinlerdi,
Sonra Efendimiz okur, Cibril onun önerdi. Cibril Aleyhisselam ile mülakat ettikleri zamanlarda hayır yapmakta esen rüzgardan daha cömert olur. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Abbas radıyallahu anh razı mı? Abbas peygamberin amir düşün mü? Abbas. Amir peygamberin Abbas. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insana dedi ki hayırdar ol, en cömerti ol. Bu ziyade ayına da bu muhtacı değil kardeşim ki bu bir kelim zahmet. Bu Cibril aleyhisselam Ramazan sonu ayına her şey diyen kardeşim bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ağrıcı fal ve rivayet edince dedi kameraman sallallahu aleyhi ve sellem bu ders dayda yani bu peşe cümlet fal bu peyna peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısalet bu peyna peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lütfen bu peyna cümlet cümlet kısal bu cümlet aleyhisselam cümlet bu hacer ikramlarla mülakat kirin bu zamanı da yani bu hindi seyret kirin vaka gayet bu her kişinin bak peşe halına bu basit cümlet tamam bayi heynik kana ecvedu min errihil mursale ve ecvedu ma yekun fi ramadan kana sallallahu aleyhi ve sellem ecvedu ma yekun fi ramadan ecvedu min errihil mursale yani can terinish bayi heynik bu ramazani bayi heynik ecvedu min errihil mursale ecvedu min errihil mursale faşiktirin farfaştirin جان ترینش برای هنگ بود به خبری مثل آبود خودی سر درام از آنه ایده احمد امید امید حدیثی من انشالله مرنم بسم الله انشالله خبو کنم چه دقیم چه انشالله بسم الله الرحمن الرحیم رب غفر لی ولی امت سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم مغفرت عام رب غفر لی ولی امت سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم مغفرت عام رب غفر لی ولی امت سیدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مغفرة عامة رب ارحمني وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة رب ارحمني وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة رب ارحمني وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا ورد معتقلينا وأسرانا اللهم ارحم موتانا ورد معتقلينا وأسرانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واغفني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك واستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهاتنا أمهات المؤمنين وذرية والديه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهاتنا أمهات المؤمنين
وذريتي والديتي كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Thank you.